بس إلى هنا يعني العالم. في بعض الناس شافوا انه هذا المحتوى الهابط اللي صار يعني البلوجرات والفاشينيستات والهذا هو هذا موجود بكل دول العالم طبعا. لكن يقولون احنا بمجتمع يعني يقولوا محافظ يعني واشياء اقول لك فتشي ممكن تحكي لي شوي عن هذا هذا يدخل ناحية ثقافتك. استغربت انه يعني اغلبيه اللي اعرفهم اللي هم يعني اعتبرهم مثقفين واعين ومن كانوا مع هذا المشروع وأنا ضده بالكامل. ألمن أنا ما عندي لا فيسبوك ولا تويتر ولا إنستا ولا 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 بسبب المحتوى الهابط. بس أنا المحتوى الهابط مالي مو المحتوى الهابط اللي هم يقولون عليه. أنا المحتوى الهابط عندي هو الجيوش الإلكترونية، التسقيط السياسي إلى آخره. هذه أمور مثل يعني مو تشوفيها بنية تطلع على مواقع تواصل تستعرض يعني لا تشوفها أنا ما أشوفها أي تستعرض تشوفيها تخل بالمجتمع ما يخل بالمجتمع يعني ما الأمور هل كنت شايفين المجتمع ركيك بحيث بنية تطلع أو مسلسل تلفزيوني يطلع أو هذا المجتمع كله راح ينهار؟ هذا مو صحيح يا عيوني. المجتمع بس أكو لجنة ست ميسون صارت لجنة وداخلية وقضاء وحكم على هذا الموضوع. مو أقول لك له للعالم ولا هو لهم اللجنة أهل اللجنة اللي شكلوا وإذا لجنة صارت شنو أنا هذا الرجل أشوفه بين حين وآخر الشريفي سيد علي الشريفي هذا هذا ما مسوي شيء الرجل حقيقة يعني اللي أنا شايفته إلا اللهم أكو شيء ما شايفته. لا هو اللي يسوي ينشر يطلع وش اسمه يحكي بمحبة ويحكي يعني بالنسبة لي انطباعي رجل عراقي بسيط تحبه يعني على غفلة شو هذا خايف ويرجف ويتوسل ويبكي شكو يعني إحنا ما يصير شبابنا نوجههم هيك توجه يعني حقيقة يعني أنا تألمت عليه من كل قلبي تألمت عليه لهذا الشاب. هو نزع العمامة يعني إذا كان واحد يعتبر ما يصير اللي يلبس عمامة نزع العمامة بعد هاي الملاحقة مثل محاكم التفتيش ماكو ما الإسبانية ايش سووا بيهم ما يصير ما يجوز. بالعكس أنت ما كان المستوى الهابط سوي مستوى راقي خلي نشوف المسلسلات العظيمة خلي نشوف الشخصيات العظيمة خلي الإعلام يكون إعلام أريد الموسيقى تطلع أريد الفن الحقيقي يطلع يعني هكذا تحارب المستوى الهابط تطي خيار لمستوى راقي أنت مدنية يا أدري بس هذا فكرك يعني في أكو أفكار وقلت لك أنا ترى ما عندي لا فيسبوك ولا تويتر ولا تمام ولا ولا في محتوى هابط بالسياسة طبعا هاي النعرات الطائفية اللي بعض يثيروها هذا مستوى هابط. صفقات الفساد تعتبريها محتوى هابط؟ هو هابط هذا مو هابط هاي جريمة أخو طبعا هابط ونص. المخدرات ليش مو مستوى هابط؟